ودفعنا مفاتيح لكي نكمل. والله دفعت مفاتيح. لا تخجلني، لا تخجلني ولا تخسرني. طول بالك، كم صارت؟ ايوه هات، ايوه هات لك هي. مرحبا شباب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ عساكم بخير. اليوم بدنا نتسلى بلعبة سبوي، والله يستر. بس اليوم عندي شخصية روزا، اليوم رح نتسلى فيها. خلينا اليوم نوصل لرقم يا اخي كبير، اقل شيء اقل شيء فوق ال 100,000. ما بعرف كيف بدنا نوصل، لازم نوصل فوق ال 100,000. اعطيني لايك واشترك اذا كنت جديد، وخلينا اليوم نشوف شو بصير معنا. لحد الان سهل كثير، والرقم فوق عادي جدا، ما في شيء هيك جديد او مميز. اوكي، وهات لك هي، هي حلوة. اوه هات لك هي، كفو. مستحيل اجمعهم كلهم، مستحيل. كانت بداية غير موفقة. اوكي خلينا نرجع نحاول نمشي. مستحيل، انا بس الطمع يا اخي، دائما الطمع بكل الاقيام يقتلك، ليش ما بعرف. خلص شفت شغلة ما نقدها، لا تساويها، لا تجبر حالك تساويها. فيني ساوي هاي، بس اوكي. شفلك روح، سهلة سهلة لحد الآن، بس هي لا تصير معقدة. يمين ويسار فوق وتحت بتروح علينا. اوكي الو. شوف هي، شايف؟ بدك تعرف حالك قدها ولا لا؟ واو واو، شوف 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 شوف، ترى بياكلك، ترى بياكلك، هذا مو يلحقك، ياكلك. شوف بدأت تصعب. شوف لك، ليش هيك صارت؟ الله يستر، ماني قدها، آسف، ما فيني أخذها. واو شوف لك، هات لك هي. اوه واو، شو اللي بصير؟ وين روح انا؟ خليني هون، خلي. اوكي اوكي واو، شوف شو اللي صار، شوف شو اللي صار. اوكي هات اللحظة الأخيرة، على اللحظة الأخيرة ننزل. هات، ايوه شوف الحركات، بركات يا اخي، والله بدها كيبورد هون. ما في محل، طيب ما في محل، ترى ما في محل. واو شوف لك هون المفاتيح تعمل كل شيء، هون هون المفاتيح تحل كل شيء، كل شيء صعب ينحل معك، بس خذ لك مفاتيح. شوف لك هالمرة الرقم 81، اوكي؟ هالمرة الرقم 81، هالشخصية اوكي عجبتني تمام كتير، بس يا اخي لازم ننتبه. وبدأت الجيم وبدأت الصعوبة كالعادة، بنوصل للمكان الصعب يا اخي، بدنا نحاول نمشي. الأماكن السهلة مالنا شغل فيها، لازم نلعب بس الأماكن الصعبة. الله يستر. الله يستر بس. أيوة هات لك هي. انزل. ايوه هات لك هذا، ايوه يا اخي هذا الكندراي اجمل اجمل شيء، قفز مرتفع شوف. لا ما يقفز فوق القطار، معقول ما تقدر تقفز فوق القطار حتى لو معي شو اسمه؟ انا مستغرب على فكرة، انا مستغرب على فكرة، ليش ما تقدر؟ ليش؟ ترى اخذت البوت القوي ابو قفزة مرتفعة عشان نقدر نطلع. طيب اوكي انا تعلمت، هي ما فيني اقفز فوق القطار. اوكي ارجع من البداية، هات لك هاي روح. سهلة، اي اوه كنت اخذته، قال جال احكي لك سهلة. الله يستر، يلا نبدأ بقى بالجد.
الو ايوه هات لك هي بس ايوه هي هي حلوه يا حبيبي شوف شو اخذنا شوف لقد عدنا لنفس المشكله انتبه هون ايوه انتبه هات لك هي اوه ما قفزنا ابلع اوه سريع اوكي الله يستر شوف بدا الجد بس لساتنا بالمستوى العادي من شوي وصلنا اكثر بكثير بدنا نستحمل شو بدنا نساوي لا اخذت هذا الفاشل اخذت هذا الفاشل ودفعنا كالعادة المفاتيح لكي نكمل الجيم الله يستر شوف البطولة مو انه يكون عندك مفاتيح البطولة انك انت تعرف تلعب هات لك هي شو اللي بصير هون شو اللي بصير شو اللي بصير ليش كل هيك ليش هيك ليش كل هيك ليش 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 ما عم بفهم وين ليش كل قطارات الدنيا كلها هون ايوه هات ايوه هات بس ايوه هات هي نرتاح شوي نرتاح شوي بس لسه فيني ادفع يمكن مره او مرتين عشان المفاتيح اللي معي نو استر الو اشوفك تطلع لفوق بس مستحيل شوي والله خايف شوف كم صرنا واو هات لك هي لتحت ما ماني مخاطر اسف ماني مخاطر ابدا الشيء اللي ما فيني عليه انا اسف ما فيني عليه الله يستر ودفعنا مفاتيح لكي نكمل والله دفعت مفاتيح لا تخجلني لا تخجلني ولا تخسرني طول بالك لك كم صارت ايوه هات ايوه هات لك هي ايوه هات لك هي نرتاح مرة ثانية ايوه هات لك هي نرتاح ترى هذا الشرطي يلحقك طيران تحت البحر فوق الفضاء جنب الارض ما بعرف واو بدي منظر شوف فيه رح ضل عم بقفز انا كتير صرت دافع مفاتيح تمام ما عاد فيني خسرنا نطلع برا الجيم ما عاد فيني رح الله يستر يا اخي يا اخي والله بتعرف شو اصعب شيء بالجيم انك ترجع للرقم اللي انت كنت فيه يعني بدها صبر مليون مستحيل مستحيل يا اخي مو كل الناس عندها صبر مليون انك ترجع للرقم اللي انت كنت عنده طلع ما فيني عم بحكي ما فيني عم بحكي رح اخسر او خسرت شو وين بروح وين شباب بعد شوي نحكي دفعت مفاتيح اوه شفلك 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 ليش هيك صارت؟
شو ساوي هون؟ صدقا ما ضل معي مفاتيح ادفعها نهائيا، ما ضل معي. شوف لك بس تطلع، تراها استفزاز، كيف فيكم تلعبوها؟ واو اخذتها على اللحظة الأخيرة، شفت شو اللي حصل؟ اوه شوف كم نحن وكيف اخذناها على اللحظة الأخيرة. يلا بدكم شيء؟ باي، صارت صعب كتير، أنا ما وصلت لهذا المستوى قبل. يلا باي، يعطيكم العافية. الله يستر. الحمد لله معك محاولة واحدة بس. والله يمكن هذا اجى الوقت الصح. شوف كم وصلنا. اوكي روزا جابت 251,000. طبعا مو لوحدها، دفعت مفاتيح. والله يا شباب دفعنا كتير مفاتيح للأسف، يعني بس عشان نوصل لهذا الرقم. هالمرة روزا جابت هذا الرقم، اوكي يعطيها العافية والله، يعني يا سلام. بس انا ما عاد فيني استوعب الحركات، شلون فيكم تتحملوا؟ والله ماني فاهم انا كيف فيكم تتحملوا، عن جد ماني فاهم. رح نكتفي هون. اوكي جبنا تقريبا 251,000 نقطة، هالمرة روزا جابت رقم كتير حلو. اوكي بس انا بدي افهم، انتم كيف فيكم تركزوا لما توصلوا لهذا الرقم؟ ترى 3 قطارات طلعوا بنفس اللحظة، انا ماني فاهم شيء. ايتم البوط هذا ابو قفز مرتفع صار بالنسبة لي ضرر. يا جماعة الناس المحترف اكتبوا لي انتم كيف فيكم تلعبوها هيك، واللي وصل للمليون والنصف مليون شلون؟ شوف في حل انك تروح تضل تشتري مفاتيح او تضل تتفرج على الاعلانات، لكن انك تلعب بصدق مستحيل توصل اكثر من 300,000. انا بالنسبة لي هذا نجاح، انك تحط ببالي 100,000 وصلنا 251. لوز الموز الموز. والله كفو يا شباب، عن جد شكرا كتير لكم للمتابعة، اعطيني رأيك بالجيم. والله روزا شوف شخصيتها كتير حلوة، لكن للأسف لسه في لباس ثالث ما قدرت افتحه. شكرا لكم مرة تانية للمشاهدة، لا تنسى تعطيني لايك وتشترك اذا كنت جديد، وان شاء الله بفيديوهات قادمة. مع السلامة.